السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام في هذا البث المباشر الذي سأتحدث فيه عن مسألة أراها مهمة، وهي مسألة الوعي بالذات والآخر، وكيف أن وجود الآخر يجعلني أعي ذاتي وأتصرف بطبيعة الحال دائما في مجموعة من السلوكات ومجموعة من الأشياء المتعلقة بي أنا كفرد، أتصرف بناء على وجود الآخر. فيعني الإنسان لا يمكن له أن يعي ذاته وأن يبني ذاته في معزل عن الناس وفي معزل عن الآخر. تأملوا معي في الحياة اليومية، تأملوا معي في طريقة اللباس، تأملوا معي في كل الأشياء المرتبطة بنا، ستجدون بأن وجود الآخر يجعلنا نعي ذواتنا ونتصرف بناء على ذلك. فاختيارنا لللباس واختيارنا لطريقة الكلام ومجموعة من الأشياء هي دائما تكون عندما نأخذ بعين الاعتبار، أو تكون في إطار أخذ بعين الاعتبار وجود الآخر. إذن الوعي بالذات مرتبط بوجود الآخر، وكلما كان هذا الآخر ذا مستوى مرتفع، وكلما كان هذا الآخر ذا ثقافة عالية، وكلما كان هذا الآخر ذا إشعاع كبير، إلا وكان التأثر به وإيجابيا، إلا وساهم ذلك في بناء ذواتنا. فالإنسان عندما أعاشر شخصا له مستوى ثقافي جيد وله أخلاق عالية إلى آخره، لا شك أنني أنا كشخص أخذ منه وأعي ذاتي وأعرف نقائصي، وبالتالي أتأثر به حتى من دون أن أشعر بذلك. إذن هذه المسألة، مسألة الوعي بالذات والآخر وكيف أبني ذاتي في احتكاكي بالآخر، سوف أتناولها الآن بمنطق آخر، بمنطق يعني أكبر، وهو عندما أتقابل أنا الذي أتميز بمجموعة من الصفات، أو لدي ثقافة معينة وتربيت في إطار بيئة معينة، عندما ألتقي بالآخر المختلف. مثلا سنأخذ مثالا عندما أسافر، فعندما أسافر وألتقي بالفرنسي والأمريكي والإفريقي مثلا الذي يقطن السنغال، وألتقي بالسعودي، وألتقي بأشخاص آخرين، هؤلاء الأشخاص الآخرين يجعلونني أعي ذاتي أكثر فأكثر، وأعرف يعني أين أعيش، وأقارن مثلا بين تصرفاتهم وتصرفاتي أنا وتصرفات محيطي، أقارن بين مثلا العمران الذي يتوفرون عليه وما يوجد مثلا في وطني وفي بلدتي إلى آخره. إذن الآخر، أقول بأن الآخر شرط أساسي لكي أعي ذاتي. سوف أسقط نفس الأمر على علاقة الحضارات بعضها ببعض، وعلى علاقة الدول بعضها ببعض. فمثلا إذا تحدثنا عن الغرب الآن، الغرب الذي يسمى الآن الغرب، أمريكا وفرنسا ويعني الغرب بصفة عامة، ويعني الغرب أوروبا، ثم بعد ذلك يمكن أن ندخل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. فالغرب لم يعي ذاته ولم يعرف نقائصه إلا عندما تواجه واحتك بالآخر المسلم في الأندلس. عندما احتك الإنسان الغربي بالآخر المسلم في الأندلس، واكتشف بأن المسلم الذي كان يوجد آنذاك في الأندلس في إسبانيا متقدم ومتفوق حضاريا، فماذا حدث؟ حدث نوع من الصدمة، حدثت نوع يعني يمكن أن نسميها صدمة، ووعي بالذات وبنقائص الذات. ومن ثم بدأ الإنسان الأوروبي، بدأ الإنسان الذي يقطن غرب أوروبا يفكر في الطرق التي يمكن من خلالها أن يخرج من تلك الوضعية المزرية التي كان يعيشها آنذاك. إذن هو وعي، يعني كان هناك وعي بالذات، وليس فقط وعي بالذات، وإنما الشعور بأن الآخر يهددني. يعني ذلك الذي جعل الإنسان الأوروبي يتفوق ويفكر ويبدع وكذا ويجتهد. اليوم مثلا نفس الشيء بالنسبة لنا،
نحن المسلمون أو المسلمين ونحن الذين نعيش في مثلا نعيش في مناطق نسبيا تعد من المناطق المتخلفة أو النامية أو الطريق أو السائرة في طريق النمو، فنحن لا بد لنا أن نحتك بالآخر لكي نعي ذاتنا ونعرف نقائصنا ونعرف أنفسنا بشكل جيد ونستفيد من الآخر لكي نبني الذات. فوجود الآخر ضروري أولا لكي أعي ذاتي وأعرف ما أنا عليه، ثم بعد ذلك يساعدني وجود الآخر في بناء ذاتي، في الطموح إلى التغيير. إذن أحبابي الكرام، في البداية تحدثت لكم عن العلاقات بين الإنسان كفرد في المجتمع وبين الآخرين، وقلت لكم بأن الإنسان لا يمكن له أن يعي ذاته ويعرف ذاته إلا من خلال الآخر، فلولا وجود الآخر ربما لتصرفنا بطريقة مختلفة عن الطريقة التي نتصرف بها الآن ونحن في حضرة الآخرين. نفس الشيء أو نفس الشيء أسقطته على مستوى أكبر، وهو مثلا علاقة الحضارية بالآخر المختلف معي وعلاقة مثلا الحضارات ببعضها إلى آخره. إذن أقول بأن الإنسان لا يعي ذاته إلا من خلال الآخر، ولا يبني ذاته إلا من خلال الآخر. في إطار بناء الذات، سواء تعلق الأمر بالذات الفردية أنا في علاقتي بالناس، أو تعلق الأمر بالذات يعني الذات الحضارية إن صح التعبير، هناك اتجاهات في التعامل مع الآخر. فهناك بعض الناس مثلا على المستوى الدنيوي في إطار علاقتهم بالأفراد، إما يعني هذلك الشخص ينغلق ولا يريد أن يستفيد من الآخر وينغلق. مثلا هناك شخص يحسن الطبخ، شخص مثلا له عادات يعني في المطبخ وفي الأكل، شخص آخر له عادات إيجابية، أنا أستفيد منه، أنفتح عليه وأستفيد منه وأستفيد من خبراته. شخص مثلا لديه ممارسات إيجابية في الرياضة أو في الثقافة إلى غير ذلك، فيجب علي أن أستفيد من الآخر في إطار التفاعل معه لكي أعي أولا لكي أبني ذاتي، لأن الآخر سوف يؤدي بي إلى أن أعي ذاتي وأعرف نقائصي. نفس الشيء ينطبق على علاقة يعني الحضارية بالآخر، علاقة الذات الحضارية مثلا إذا شئنا أن نقول مسلم في إطار بالحضارات الأخرى، يجب علي أن أستفيد من الآخر. هناك كما أشرت هناك اتجاهات، هناك شخص ما يعني نوع من الأشخاص ينغلق في إطار علاقته بالآخر، ينغلق ويكون متزمتا ويرفض الآخر ويفرض كل ما يأتي من الآخر ويعتبر الآخر عدوا ثم ينغلق. هذا الشخص يعني منغلق ولا يمكن له أن يطور ذاته، ولا يمكن له أن يتفوق على الآخر، ولا يمكن له أن يلتحق بركب الحضارة. هذا النوع يعني من المتزمتين، من الذين يرفضون الاستفادة من الآخر، من الذين لا يريدون أن يكتشفوا عيوب الذات، من الذين لا يريدون أن يوجهوا نقدا للذات، هذا مشكل. في المقابل هناك نوع آخر من الناس وهو أيضا مشكل كبير، وهذا النوع من الناس هو ذلك الذي يذوب في الآخر، الذي ينبهر بالآخر، الذي يندهش بما لدى الآخر فيذوب فيه، وهذا في نظري شخص لا شخصية له ولا أصالة له ولا يمكن له أن يطور ذاته لأنه نسخة مشوهة عن الآخر. فكم من شخص في بلداننا هو عبارة عن نسخة مشوهة لإنسان الغرب، فهو ليس نسخة أصيلة. وبالتالي أقول إن الإنسان الحصيف الذكي هو الذي يعي ذاته ويبنيها من خلال الآخر، لكن أيضا ينطلق من الذات، من الأصالة، ينطلق من تاريخه، من أصالته، يرى عيوبه، يعالجها ويبني ذاته ويتقدم في ركب الحضارة. أما الإنسان المنغلق فلا يمكن له أن يصنع حضارة. وفي المقابل الإنسان الذي هو يعني يذوب في الآخر ذوبانا كاملا ويريد أن يصبح مثل الآخر، فهذا الإنسان كذلك بدون شخصية ولا يمكن أن يتقدم أيضا في ركب الحضارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.